السلام عليكم وليدي، جيت ننتخب اليوم. لبي الشيخ، نقدموا الشركة اللي يصير صوت، أدي واجب الوطني، احنا مرضيين مع المخزن. وليدي. يا وليدي، اش غنديروا؟ أنتي. عليكم أسيدي، احنا اليوم جينا نأدي واجب الوطني. راه القايد قال لي جاعد يصل للدار، قال لي سير صوت على فلان على كريط. حنا اليوم راه ماشي نكونوش مساخط مع المخزن، حنا مرضيين دائما مع المخزن باش نقضيو الواجب الوطني ديالنا، وحنا غنصوتو نتقاك دير علامه على هذا الرمز من الرموز، ما عرف كي يدير قالك الرمز حيوانات. السلام عليكم وليدي. احنا وي والسلام عليكم وليدي، واش غندير؟ وراه حنا كل عام كن نجيو نأديو الواجب الوطني، اش غنديرو؟ إلا ما انتخبنيش اش غنديرو؟ وراه اش نقول لك؟ راه الشيخ جا عندي الخيمة وقال لي إلا ما مشيتيش تنتخبتي راه أنا سخط عليك دنيا وآخرة، ولا نحطك في لاليس، اش غنديرو؟ واش غدير؟ راه ربي تي حاول يدي لك تقدم ويدي لك القيدو، واش غدير؟ حنا الشكر راه ديما حنا وغنقول لك السلام عليكم. اليوم حنا كاين انتخابات وكاين واحد الحملة ديال الانتخابات، لانك باش نهضروا على الانتخابات خاصنا نهضروا على الانتخابات، نهضروا على الديمقراطيه. عمر تاريخ المغرب ما داز فيه انتخابات نازيه منذ استقلال الشكل. علاش؟ لان الانتخابات كتصوت خريطه الانتخابات كتصوت داخل القصر وكتحط في وزاره الداخليه، لان وزاره الداخليه وزاره الداخليه اللي كتطبق انتخابات وهي اللي كتجري انتخابات بين الوالي والشيخ والمقدم والقيد، لان هما اللي كيتحكموا في الانتخابات. واللعبه راه هي مسرحيه انتخابات عليك وعليا، لان انتخابات ملي كنهضروا على الانتخابات في الدول الديمقراطيه كنهضروا على واحد مجموعه من الحوايج. كنهضروا على ان اول حاجه اراده الشعب مسلوبه، لان الشعب ما عندوش قيمه وما عندوش كرامه وما عندوش اراده، لان الشعب باقي قاطع، راه دينو كقاطع، لان قاطع، لان الشعب المغربي كيحسبوه كقاطع، كيحسبوه كارقام، ما كيحسبوش كشعب كفرد وكانسان قيمه. لان كنقولوا الاحزاب حساب عباره عن دكاكين موسميه اللي هي عصابه مخزنيه خوصصوا البلاد وشردوا العباد، لان الاحزاب هي عباره عن دكاكين، كنعاودها دكاكين موسميه كتبانها من خمس سنين. وكنقولوا انتخابات راه ما عمر ما غتكون عندنا نازيه، لان علاش؟ مازال السيدات كيحكمنا، مازال الفساد كيسودنا، لان كنهضروا على اول حاجه الانتخابات شنو كتحكم فيها؟ كتحكم فيها واحد الدستور، الدستور ديال المغرب كلها ممنوحه، لان كتكون خاص يكون دستور ديمقراطي اللي يكون من القاعده ديال الشعب المغربي، واللي كتكون عنده سياده، والشعب المغربي خاص تكون عنده سياده، واللي غينتخب ديك اللجنه اللي غتصيغ الدستور، واللجنه هي اللي غتكون ديك الدستور باش هي كتمشي على انتخابات نازيه. دونك الانتخابات عندنا هنا انتخابات طعريجه والبندير والدجاج والبرقوق، وكيف كما نقولوا حنا شهر ديال المرقاب واسبوع ديال الزرقاء ونهار ديال الورقه وخمس سنين ديال السرقه. الانتخابات هي غتبقى ديما كيجري الفساد والاستبداد، لان كنشوفوا اول حاجه غنهضروا على الاحزاب. اول حاجه ما كنسمعش في المغرب، تاريخ المغرب حزب تكون في 24 ساعه، وحتى في 2007 اكتسح جميع الجماعات والى اخره. وعاد الحزب اللي حاكم دابا حزب ما عندوش شرعيه، ما عندوش علاش، لانه الحزب جابوه كجوكر كتسموه باش يبردوا به الحراك المغربي. الاحزاب ما عندناش احزاب وطنيه، احزاب مخزنيه كتدور دوله ديال القصر والمحيط ديالو، ضاربين دابا مضاربين على واحد الكيكه اللي كيكيل فيها مصالح، والشعب راه دينو كقاطع، ما معتبرينوش كشعب، لان الشعب مسكين مغلوب على امره. كنقول الشعب المغربي فيقوا عيقوا، انتخابات لا تثيقوا، انتخابات عليك وعليا غير مسرحيه. الانتخابات مشات وجات، الحاله هي وصندوق الانتخابات هي عباره عن هذا طارد الزبل. اش كيعطينا طارد الزبل؟ الروائح الكريهه والميكروبات والجراثيم، ما عمرها تعطيك شي حاجه، لان خاص ما كل من بني على باطل فهو باطل، كل ما بني على اساس فهو صحيح. وتحيه